أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في كل يوم تصدر وزارة الصحة في العراق تقريرا يسمى التقرير الوبائي لجائحة كورونا. تظهر به طبعا هذا التقرير أعداد المصابين بهذا الفيروس يوميا خلال 24 ساعة، تظهر به حالات الشفاء، حالات الوفاة، حالات المفحوصين، عدد الفحوصات وهكذا. فهو تقرير يمثل إحصائية يومية تخص جائحة كورونا. هذا الموقف الوبائي كما تقول وزارة الصحة اللي تصدر يوميا، عندما يطالعه أي مواطن عادي سيكتشف أن الحالة في العراق خطيرة وخطيرة جدا في مواجهة هذا المرض. ومع الأسف يعني منذ أيام عديدة، وتقرير وزارة الصحة هذا التقرير الوبائي هذا يكشف أن أعداد المصابين بفيروس كورونا يتجاوز ربما ويقترب من 3500 مصاب يوميا خلال 24 ساعة، وهذا عدد كبير. عدد كبير لماذا؟ لأنه يعني عندما تقارنه بعدد المفحوصين في العراق، عدد الذين طبعا التقرير يشير إلى أن عدد المفحوصين يوميا في كل مختبرات التابعة لوزارة الصحة لا يتجاوز 18,000 فحص، حالة فحص. وبالتالي فإن النسبة يعني نسبة المفحوصين إلى عدد المصابين تساوي يعني حوالي 19.5%، نحو 20%، وهذا رقم كبير جدا جدا. وعدد المفحوصين بالنسبة لعدد سكان العراق اللي هم 40 مليون يعني يساوي بالرقم الصحيح 0.345، يعني أقل من ربع شخص مفحوص بالمئة، وهذا رقم كبير جدا جدا. يعني هذه القضية خطيرة جدا، يعني بهذه الوتيرة 18,000 فحص إذا ما استمرت بهذا الشكل، يعني يحتاج العراق إلى 2222 يوم لكي يعني نحو 6 سنوات لكي يفحص عموم العراقيين. وتخيلوا معي كيف يمكن للوباء أن يتطور وأن يصبح خلال كل هذه الفترة. مرة أخرى يعني نسبة الوفيات أيضا في هذا التقرير الوبائي تجاوزت 5,000 حالة وفاة مثل ما يذكر هو التقرير. وبالتالي هذه النسبة تجعل العراق يعني يتبوأ يعني نسبة الوفيات نحو 4% تقريبا قياس إلى حالات الإصابة بالفيروس. هذا الأمر جعل العراق يتبوأ مركزا في قائمة أكثر الدول إصابة، قائمة أكثر 20 دولة إصابة في العالم. يعني لا يكفي العراق أنه واحد من بين 20 دولة الأكثر فسادا، الأكثر خرابا، الأكثر نهبا، الأكثر خروجا عن كل المألوف، الأكثر سوءا في الحياة المعيشية. هذه لا يكفي، الآن الأكثر إصابة بالفيروس من بين دول العالم، وهو يعني من بين الدول العربية يعني يحتل المرتبة الأولى من بين حالات الدول العربية المصابين، ربما تتجاوز السعودية ربما في عدد الإصابات، لكن هو إما أن يكون رقم 2 أو رقم 1 في عدد الإصابات عربية. هذه القضية تثير مخاوف كبيرة. الآن لا تسأل عن العراقيين إلا وهم في رعب من هذا المرض اللي يعني ينتشر بشكل سريع بينهم، وكل أجهزة الدولة عاجزة عن تفعل شيئا. الحقيقة رغم كانت العراق المالية الهائلة طوال 17 سنة وارداتها من النفط تجاوزت 1500 مليار دولار، تريليون ونصف تريليون دولار تجاوزت،
لكن حجم المصروف على القطاعات الخدمية في العراق وعموم القطاعات الحياة المرتبطة بحياة المواطنين لا يساوي شيئا. نعم يقال أنه خصصت هكذا مبالغ كبيرة لقطاع الصحة وقطاع التربية وقطاع ما أعرف منه، لكن أين ذهبت؟ الفساد نخر كل البناء، بنى الدولة العراقية، كل بنى المجتمع العراقي مع الأسف الشديد من عام 2003 لحد الآن. العراق الآن خاصة في الموضوع الصحي يعاني من كارثة كبيرة. لا مستشفى جديدة بنيت خلال 17 سنة. لدينا الآن جهاز واحد للتنفس لكل 1000 مواطن، لدينا 2500 سرير للحالات التنفس الضرورية، حالات الرقود الضرورية اللي يسموها الإنعاش، ليس أكثر من 2500 سرير فقط. نحن نحتاج إلى أضعاف هذا العدد لكي نلبي حاجة المصابين. كل المختصين يقولون أن نحو 60% من المصابين يحتاجون إلى أجهزة التنفس هذه، و50% أكثر من 50 إلى 55% من هؤلاء الذين إذا ما توفرت لهم أجهزة التنفس الصناعي سيتجاوزون المرض ويتعافون، لكن عدم وجود هذه الأجهزة سيؤدي إلى وفاتهم. هذا الذي يحدث في العراق الحقيقة. القطاعات الخدمية كلها معدمة، بالعكس القطاع الصحي ربما لم يتطور لكنه أيضا قضى أو أنهى كل البنى التحتية التي كانت قائمة قبل 2003، كلها انتهت إما بالتقادم أو بالإهمال أو بسوء الاستخدام، فانتهت بشكل كبير جدا. وعندنا مكشوفين، المواطن العراقي الآن هو الذي يدفع الثمن بسبب انكشافه أمام جائحة كبيرة، أمام وباء كبير. الحقيقة موضوع الفساد المالي والإداري طوال 17 سنة كان بالفعل مدمر جميع القطاعات الحياة ومنها القطاع الصحي مثل ما قلنا. والدليل على ذلك أنه حتى في قضية الكوادر الصحية لم نستطع أن نوفر الكوادر الصحية المناسبة. كل الدول الآن تتباهى أو تسعى أو تحرص على أن يكون لديها كادر طبي من الأطباء يفوق حالات المرض. كلما وفرت كادرا طبيا كلما وكادر الطبي يشمل الأطباء والمعاونين وكل الكوادر الصحية. نحن لدينا كارثة في هذا الموضوع. منذ عام 2003، منذ عام الاحتلال استهدف الأطباء بشكل كبير. نقابة الأطباء تحدث عن 3500 طبيب قتلوا، أكثر من 25,000 طبيب هاجروا، ومعهم كوادر طبية أيضا، نحو 30 إلى 40% من الكوادر الطبية الأخرى أيضا هاجرت وتركت العمل خلال هذه الفترة. وبعد ثورة تشرين المباركة ومطالبة الشباب بالوظائف ومطالبتهم بالعمل، اخترعت هذه الحكومة وأحزابها وهذه القوى العملية السياسية قضية لمواجهة هذا الموضوع، فجاءت على قانون التقاعد وبدلت به وقلصت فترة التقاعد وشجعت على التقاعد، شجعت على تقاعد الناس. فبالتالي الأطباء الذين يعانون من مصائب كبيرة، وأول عدم حمايتهم من الناس، تعرضهم لعدم توفير وسائل الحماية لهم صحية واجتماعية، كثير من الأطباء تعرضوا إلى الضرب إلى القتل بسبب حالات في المستشفيات اتهم بها الأطباء بلا دليل، لم تحميه المستشفى، لم تحميه الحكومة. فبالتالي الأطباء وكثير من الكوادر الطبية اتجهوا إلى طلب التقاعد والهروب، وبتنا أكثر حاجة إلى الأطباء والكوادر الصحية، والعراق بات أكثر انكشافاً. هذه واحدة من الحالات التي تدلل على أنه هذه الجائحة قد كشفت عمق الفساد وعمق التفكير القاصر لدى هذه الطبقة السياسية التي تحكم العراق، ولغير قادرة أن تصنع قادة يستطيعون أن يديروا البلد وأن يواجهوا كل الأزمات، صحية سياسية اقتصادية، غير قادرين الحقيقة. هم متفننين في صناعة الأزمات فقط. انكشف الوضع الحقيقة، ومن يدفع الثمن هو المواطن العراقي. الدولة لا توفر شيئا، حتى هذه قضية الحظر
الحظر على المواطنين، هذه قضية أثبتت أن الدولة لا هيبة لها، لأن المواطنين يتحركون ولا أحد يلتزم بهذا الحظر. الحقيقة الحظر ربما تشاهده في الشوارع العامة، ومع ذلك هناك الكثير ممن يعني تجدهم في هذه الشوارع بصفات وهويات وكثيرة، ميليشيات وغير ميليشيات، لا أحد يستطيع أن يوقفهم ويمنعهم من الحركة. فبالتالي المواطن، أغلب المواطن العراقي من الفقراء والكسبة الذين لا يجدون في الدولة مساعدا لهم، معينا لهم، لا تساعدهم، يضطر إلى الخروج لكسب رزقه اليومي، لأنه توقف عن العمل يوم واحد قد يؤدي إلى خلل كبير في حياة أسرته، لا يستطيع أن يوفر لها غذاء يومهم، فيضطر إلى الخروج للعمل في مواجهة هذه الكارثة الوباء. فبالتالي كشفت أنه لا أحد يلتزم، لا أحد يحترم الدولة، لا أحد يحترم، لا وجود لهيبة الدولة، بالتالي قراراتها غير محترمة. جائحة كورونا كشفت الكثير من عورات هذا النظام خلال 17 سنة. يطالبون الناس الآن، كثير من المختصين يقولون أن السبب عدم استخدام المواطنين، عدم استعمال المواطنين لوسائل الوقاية مثل الكمامات وغيرها. الكمامة الواحدة بألف دينار، كم هو يعني كم مدخرات المواطن، كم ألف دينار لكي يشتري كمامة لجميع أفراد عائلته ويستطيع أن يتحرك بها؟ هذه كارثة كبيرة، إضافة إلى المعقمات وغيرها، لا يستطيع، مدخراته لا تسمح له، وضع الاقتصادي لا يسمح له. بالتالي فالعراق مكشوف أمام هذا الوباء، وهذا الوباء قد كشف عوار هذه السلطة السياسية بكل أحزابها وكل قواها، وكشف أنها كارثة على العراقيين. وكارثة كورونا ليست الكارثة رقم واحد، لكن الكارثة رقم واحد والفيروس رقم واحد هي هذه الطبقة السياسية التي تحكم العراق. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.